فأولا نذكر الرجال. حدثنا أصبر، من أصبر هذا؟ تفضل. وأصبر بن خرج بن سعيد الأموي أبو عبد الله ثقة. نعم، هذا فقيه مصري أصبر أبو عبد الله، ويختص هذا العالم بميزة أنه لازم عالما آخر. من هو هذا العالم؟ عبد الله بن وهب، كان مرافقا لعبد الله بن وهب. غير عبد الله بن وهب، كان ملازما لعالم من أئمة المذاهب، الشافعي إمام مالك. إمام مالك. فإذا أصبر هذا من تلاميذ الإمام مالك. فأحب الإمام البخاري رحمه الله أن يروي حديثا من طريق تلميذ من تلاميذ الإمام مالك، حتى يدل على أن الإمام مالك يقول بالمسح على الخفين، لأنه كان هناك رواية عنه بعدم المسح على الخفين، ثم استقر الأمر إلى أن قال بالمسح على الخفين. حدثنا أصبر، إذا هذا أصبر بن الفرج بن سعيد الأموي مولاهم، الفقيه المصري أبو عبد الله، من أصحاب مالك وراق ابن وهب. وراق ابن وهب، إذا ننظر هو يعمل عند عالم، عند ابن وهب وراقا، فقاده ذلك لأن يصبح طالب علم، وهذا هو فضل الله يؤتيه من يشاء. فكم من إنسان يلازم طالب علم ولا يستفيد منه شيئا، بل يتكلم بكثرة في حضرته. والأصل في حضرة طلبة العلم وأهل العلم لا نتكلم، وإننا نستمع أكثر مما نتكلم، ولكننا في زمن غربة ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال عن ابن وهب، من هذا ابن وهب؟ تفضل. عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاه بن فهري أبو محمد المصري. نعم، إذا هذا عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاه أبو محمد المصري. هذا عبد الله بن وهب طبع له أكثر من كتاب. من يعرف شيئا من المطبوع من كتب هذا العالم؟ واحد. لم تكن الأهوال. لا، ليس بمطبوع، هذا ليس بمطبوع، نريد شيئا من المطبوع. من أشهر كتبه التي طبعت، أولا الجامع في الحديث، وطبع قسم منه طبعة قديمة عند المستشرقين الألمانيين، فالألمان اهتموا بهذا الكتاب فطبعوا قسما منه بليدن، ثم طبعه غير واحد من المسلمين، والحمد لله بعد ذلك. من أشهرها طبعة عن دار بن الجوز الدمام في مجلدين، وهو ناقص، وهو قطعة من الكتاب وليس كاملا. إذن هذا من أشهر كتبه المطبوعة. أيضا طبع له كتاب يسمى القدر، طبع له كتاب بعنوان القدر. أيضا طبع له كتاب اسمه الجامع في القرآن، الجامع في القرآن، وهذا الجامع في القرآن طبع في 3 مجلدات مع ملحق عن دار الغرب الإسلامي بيروت. ثم أيضا طبع له قطعة من الموطأ، فهو مثل الإمام مالك. الإمام مالك له كتاب يسمى الموطأ، وهذا العالم أيضا له كتاب اسمه الموطأ، فقط طبعت قطعتين منه.
وللأسف الذي وجد المخطوطة هو ميكلوش موراني يحقق كتب أهل الإسلام ونحن ننشغل بالدنيا الفانية. فمستشرق ألماني أيضا حقق هاتين القطعتين من موطأ ابن الوهب، وطبع حديثا قطعة من كتاب الله يسمى المسند، ويحتاج إلى فحص حتى لا يكون جزء من الجامع في الحديث. إذن حقيقة هذا عالم مصنف له مصنفات وإمام في عصره، والإمام مالك في زمنه اشتهرت الموطئات، فقيل له يا إمام ما أكثر الموطئات؟ فقال ما كان لله يبقى وما كان لغير الله يذهب ويزول، فكم من كتاب ألف وكتب ولم يكتب له القبول، ولكن من جمع بين إتقان العمل وبين الإخلاص لوجه الله تعالى فنبشره بإذنه تعالى أن علمه سينتشر حتى لو بعد موته. فالحصيلة ليس أن يعرف في الحياة الدنيا، وإنما الحصيلة أن يحصل الدرجات والحسنات عند الله جل في علاه. فنسأل الله لنا ولكم القبول والتوفيق لما يحب ويرضى. إذا قال حدثني عمرو. من هذا عمرو؟ تفضل. عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري مولى قيس أبو أمية المصري. نعم، إذا أيضا هذا مصري. فإذا عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري أبو أمية. قال حدثني أبو النضر. من هذا أبو النضر؟ تفضل. هو سالم بن أبي أمية الفرش المدني. نعم، هو سالم بن أبي أمية أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي المدني، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. من هذا أبو سلمة في الأخير؟ أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قيل اسمه عبد الله وقيل اسمه عيسى. نعم، إذا هذا ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، واشتهر بكنيته ولم يظهر اسمه تحديدا تماما، فقيل اسمه عبد الله وقيل اسمه إسماعيل. عن عبد الله بن عمر أشهر من نار على علم. من هذا عبد الله بن عمر؟ تفضل. نعم، إذا عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن المدني، صحابي ابن صحابي من فقهاء الصحابة. عن سعد بن أبي وقاص ماذا نعرف عن سعد؟ تفضل. سعد بن أبي وقاص بن مالك بن وهيب بن مناف بن زهرة بن كلاب بن زهيد أبو إسحاق. نعم، إذا سعد بن أبي وقاص مالك، أبي وقاص له مالك ابن وهيب بن عبد مناف، وكنيته أبو إسحاق، صحابي رضي الله عنه من المبشرين بالجنة.